طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. المرجعية، الأموال اللي موجودة عند المرجعية والإيرادات اللي موجودة، وحياتك ما يبقى يتيم بالعراق ولا يبقى فقير. الشهيد العراقي اللي ضحى بنفسه وعمره وعائلته وأولاده وأمه وأبوه، وبالتالي يدفن في مساحة جغرافية قيمتها متر ونص، يأخذون من عنده فلوس القبر، وين المرجعية؟ والله هذا الماي اللي موجود ينزل من الحنفية بالبصرة، والله ما تقدر تغسل إيدك به. زين، هل من الصعب أن يوجد معمل لتصفية أو محطة لإنشاء التحلية وما كم يكون قيمتها المادية؟ هذا ماي البصرة، هذا من البوري الآن، عشان افتحت البوري. بتقول ما عندنا أموال؟ لا، العراق غني. أنا والله أستنكف لما العراق يفترون على بعض الدول مثل بروكسل والاتحاد الأوروبي. ليش أنا فقير؟ أنا مو فقير، أنا أب الدنيا، أنا عمري 8000 سنة، أنا العراق. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. اليوم نريد أن نتحدث عن محاولة اغتيال الشيخ العام لعشيرة الببزون في محافظة البصرة. طبعا نص الخبر يقول: نجا الشيخ العام لعشيرة الببزون عماد خلف نايف البعوجة من محاولة اغتيال تعرض لها في مدينة البصرة. مصدر أمني قال بأن مسلحين يستقلون سيارات دفع رباعي أطلقوا النار على الشيخ البعوجة بينما كان يستقل سيارته في شارع بغداد في منطقة الموفقية بمحافظة البصرة يوم أمس في ساعة متأخرة من يوم أمس. أضاف المصدر الأمني بأن الهجوم أدى لإصابة الشيخ بجروح في الرأس والصدر وانحراف بسيارته، ما أدى إلى سقوطها في نهر قريب، ولم يستبعد المتابعون للشأن المحلي بأن تكون وراء محاولة الاغتيال ميليشيات مرتبطة بإيران، خصوصا وأن الشيخ البعوجة عرف بمواقفه المؤيدة لحقوق المواطنين في جميع أنحاء العراق دون تفريق، وسبق له أن انتقد المرجعية لأنها تستحوذ على أموال يمكن أن تنقذ كل عراقي. دعونا نستمع إلى ما قاله الشيخ العام لعشيرة الببزون الشيخ عماد خلف نايف البعوجة بعد نجاته من محاولة الاغتيال، ونرجع لكم. شكرا جزيلا لجميع الفضائيات والوسائل الإعلام السمعية والمرئية لاهتمامهم بشخصنا المتحدث عماد البعوجة الشيخ عام عشائر البزون. الحقيقة اللي مر علي هذه مسألة طبيعية، وهذه ضربة اجتماعية ندفعها من أجل العراق. العراق هو الأم وهو الأب وهو كل شيء، ومستعدين للتضحية من أجل العراق. فأتمنى من أخوتي شيوخ العشائر والأكاديميين والمهنيين والسياسيين أن تتضافر جهودهم من أجل العراق، وأن حدث هذا الشيء فهو جدا بسيط. حقيقة الحادث الاغتيال سواء كان مدبر أو غير مدبر أو عن طريق الصدفة أنا لا أعلم، والجهة اللي منتمية أو الجهة المدبرة لهذا الأمر أنا أعتقد هي تريد العبث في أمن العراق وأمن البصرة خصوصا، وتارة يكون استهداف الطيار، ومرة استهداف شيخ العشيرة، ومرة الكادر الطبي، ومختلف الأشياء، وهو هذا الإرهاب بحد ذاته. السيارات كانت هي من الدفع الرباعي، وحدة سوداء اللون. الحقيقة كان هو الوقت ليل واللايت بطريقة الفل، فما أشوف الأشخاص وجوههم ووضعهم. فالحقيقة شفت 4 أشخاص بالسيارة الأولى على اليمين وبعض الأشخاص على اليسار، بس ما قدرت أفرزنهم، ولكن الحمد لله والشكر. خلي يسمع الجميع، أنا عماد العراقي، روحي فداء للعراق وللبصرة، وإن شاء الله أقوم وأعمل بنفس الآلية وبنفس الصوت العراقي،
وللعلم أنطي معلومة لبعض الأخوة السياسيين أو الحكومة المحلية أو الاتحادية، نحن ما نعمل بجانب التشهير والتطبير في تصريحاتنا، ولكن نعمل بجانب الحلول الإيجابية. نقول حمدا لله على سلامة الشيخ عماد خلف البعوجي. طبعا نريد نطرح العديد من التساؤلات على المشاهد الكريم، ونريد أن يشاركنا بصوته ونقول: لماذا تصاعدت محاولات الاغتيال من جديد؟ لماذا استهداف شيخ البزون؟ لا هو الرجال حيشا طبعا إرهابي ولا بايق ولا فاسد ولا مدخل مخدرات للعراق ولا مسمم الأسماك ولا حارق مزارع الحنطة ولا، فلماذا يريدون اغتيال هذا الشخص؟ هل هو السبب لإسكات صوته؟ أليس نظام الحكم في العراق كما يقولون ويدعون ديمقراطي؟ صدعوا رؤوسنا منذ العام 2003 ولغاية الآن بالديمقراطية التي لم نرى منها سوى التصريحات من أرباب العملية السياسية. أليس النظام الديمقراطي يكفل حرية التعبير؟ ألا يقولون بأنهم يحاربون الفساد خاصة بعد إعلان ما يسمى مجلس مكافحة الفساد؟ فلماذا يريدون قتل من يقف بوجه الفساد؟ لماذا يريدون قتل كل من يتحدث عن مظلومية الشعب العراقي؟ أين الأمان الذي يتحدثون عنه؟ إذا شيخ عشيرة عام يتعرض لمحاولة اغتيال، فأين الأمان؟ وأين الحكومة من كل هذه الأعمال؟ ألا يؤكد ذلك يوما بعد يوم بأن البلد أصبح محكوما من قبل الميليشيات والعصابات والمافيات؟ أين الحكومة من كل هذه العمليات، عمليات الاغتيال؟ لماذا لا تستطيع تقديم الجنات إلى العدالة؟ أنها تخشى وتخاف من اتهام جهة بعينها، وكل ما يطلع علينا رئيس وزراء كرئيس الحكومة السابق حيدر العبادي والحالي عادل عبد المهدي، نسمع: ها والله هاي تصرفات فردية ولا تمثل فصيل بعينه. زين ماشي، اكمشونا الأفراد اللي يسوؤون للقوات الأمنية وللجيش وغيرهم لو هي بس تصريحات. على كل حال معنا من البصرة أبو جاسم. تفضل أبو جاسم، نريد تضعنا بالصورة إذا عندك معلومات حول عملية الاغتيال. تفضل أبو جاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخ عمر، شلونك؟ حياك الله يا أهلا بك. طبعا أنا أحييك وأحيي قناة الرافدين وجميع الكادر العامل بيها. الله محييك، يا أهلا وسهلا، الله يرحم والديك. طبعا أنا هسه من أقول لك أنا ما عندي معلومات، شهادة لله. نعم، اللي سمع عندي معلومات عن فأنا رجال أشتغل، أطلع الصبح ما أرجع إلا المغرب. أي نعم، رجال أشتغل بعافيتي، لا موظف بدولة. نعم. ولا عندي فد وسيلة عمل غير هذا عملي. الله يعطيك الصحة والعافية، الله يرحم والديك. ولا مستلم ربع دينار من الحكومة، من الله خلقني لحد هذا اليوم. نعم. إيه، فالحمد لله والشكر. أخي العزيز، هذه الشغلات اللي جاي يصير بالبلد. نعم. تسمعني؟ أسمعك واضح. الله يرحم والديك. هذه مو منا. نعم. ولا أصلاً من العراق. هذه كلها الدول المعادية للعراق هي اللي جاي تزرع، تريد تسبب الفتنة. نعم. منو من مصلحته يختال الشيوخ البصرة وأهل البصرة اللي يتكلمون عن حق المواطن البصري؟ الأحزاب. نعم. أكو غير الأحزاب؟ ماكو غير الأحزاب ترى، لا تقول لي. لا تقول لي أكو واحد مستفاد غير الأحزاب. نعم. لا تقول لي أكو واحد مستفاد غير الأحزاب. وهسه فن اللي يطلع بالبصرة يحكي كلمة الحق، يوم ثاني كتلونه وما تعرف منه كالثالث. أها. وين الديمقراطية لعد مال الجماعة؟ يا ديمقراطية، يا ديمقراطية، عم الديمقراطية بس عد على ابن أبي طالب سلام الله عليه. عليه. ماكو غيره بعد جو واحد عنده ديمقراطية. نعم. بس عد على ابن أبي طالب الديمقراطية سلام الله عليه. عليه السلام. ماكو عد غير واحد إجا من بعده.
زين ابو جاسم، يا اخي ديمقراطيه ديمقراطيه. نعم يا اخي ديمقراطيه هي هيك الديمقراطيه. انا كهرباء مقطوعه عندي من الستة لحد الان بالبصره. نعم زين ابو جاسم، ابو جاسم اروح ادور شغل. هذا النفط هنا ضال بالبصره. انا لحام، انا لحام، انا لحام. نعم وعندي شهايد، والله عندي 6 شهايد 7 شهايد. اروح ادور شغل ما احصل شغل، والله ايراني ماخذ الشغل مني، باكستاني لو هندي لو بنغالي، وانا ابن البلد، وانا خيرات الدول مو بس العراق، خيرات الدول كلها من عندي. نعم زين ابو جاسم، يعني هم يوميه او كل اسبوع او كل شهر يريد يختارون او نجحوا باغتيال مع الاسف ناشطين اطباء، ومثل ما اشار الشيخ قال هاي ضريبه ندفعها من اجل العراق. زين هم الجماعه يعني عبالهم شنو راح يخلصون على 35 مليون عراقي؟ ايش حدهم؟ حدهم الحق ما يموت الحق. الحق ما يموت، الحق دائما منصور، منصور من الله. اذا تعتب عليهم كاتلين ناشطين وسياسيين وما اعرف شنو، هم عارضة ازياء كتلوها، عارضة ازياء اللي هي تأدي شغلها ملابس. أيه. انت شو لك علاقه بها تكتلها؟ ترى فارس تذكر عليها قبل كم شهر. نعم قتلوها مو تدري ضبطه، وكل العراق بس بقت على هاي. هسه سمعت خبر ترى قاتلين شهد الشمري. اي نعم بس ما اعرف الخبر هذا، لا ما اعرف صح ام خطا. اي نعم اي يا اخي هاي كلها تسويها الاحزاب. نعم أنا أشكرك أبو جاسم من البصرة، كان معنا اتصال من البصرة كذلك زكي. تفضل زكي. زكي اليوم عنده محاولة اغتيال للشيخ عماد نايف البعوجة البارحة في ساعة متأخرة من ليلة أمس. 4 سيارات يمكن مظللة دفع رباعي حاولت يعني ربت عليه طلقات، بس الله نجاه، والسيارة مالته وقعت في أحد أنهر محافظة البصرة، أصيب ببعض الجروح. برأيك من يقف وراء هذه الاغتيالات؟ والله مشكلة يا أخوي. تفضل زكي تسمعني؟ زكي يبدو أن الاتصال مع زكي غير واضح. طبعا كذلك دعونا نشاهد أعزائي المشاهدين مقطع متداول على منصات التواصل الاجتماعي يظهر غرق سيارة الشيخ عماد خلف البعوجة في أحد أنهر محافظة البصرة، طبعا بعد انحراف سيارته بسبب محاولة الاغتيال. دعونا نشوف المقطع ونرجع لكم. نعم هذه سيارة الشيخ عماد خلف نايف البعوج الشيخ العام لعشيرة الببزون، بعد اطلاق النار عليه من سيارات دفع رباعي اضطر الرجل طبعا بعد اصابته في منطقه الراس بحسب المصدر الامني في محافظه البصره، انحرفت السياره ووقعت في النهر كما نشوف احد الشباب يحاول يربطها حتى يطلعوها. نعم طبعا عرف عن الشيخ عماد خلف نايف البعوج تصريحاته ضد الفساد والفاسدين، وكذلك في لقاء تلفزيوني العام الماضي وكما شفنا في بداية الحلقة البرومو، يعني كذلك هو حمل المرجعية المسؤولية عن الفقر الموجود بالعراق. ممكن زميلنا المخرج نعيد البرومو إذا أمكن، نشوف البرومو مرة ثانية إذا جاهز حاليا معنا ناخذ البرومو نشوفها مرة ثانية. المرجعية الأموال اللي موجودة عند المرجعية والإيرادات اللي موجودة، وحياتك ما يبقى يتيم بالعراق ولا يبقى فقير. الشهيد العراقي اللي ضحى بنفسه وعمره وعائلته وأولاده وأمه وأبوه، وبالتالي يدفن في مساحة جغرافية قيمتها 1.5 متر يأخذون من عنده فلوس القبر، وين المرجعية؟ والله هذا المال اللي موجود ينزل من الحنفية بالبصرة والله ما تقدر تغسل إيدك به. زين هل من الصعب أن يوجد معمل لتصفية أو محطة لإنشاء التحلية وما كم يكون قيمتها المادية؟ هذا ماي البصرة، هذا من البور الآن عشان افتحت البوري
بتقول ما عندنا أموال. لا، العراق غني. أنا والله أستنكف لما العراق يفترون على بعض الدول مثل بروكسل والاتحاد الأوروبي. ليش أنا فقير؟ أنا مو فقير، أنا أب الدنيا. أنا عمري 8000 سنة، أنا العراق. هل هذه الجراءة والتحدث بشجاعة عن الأوضاع في العراق من قبل الشيخ هي من دفعت الميليشيات أن تحاول اغتيال الشيخ عماد خلف البعوجة؟ هل هذه طريقة لإسكات العراقيين أم أنها بالعكس يعني تقوم بزيادة من إصرار العراقيين على مجابهة الفساد والفاسدين؟ خلونا نقرأ يعني تعليقات على موقع فيسبوك لإحدى المواقع وهو اسمه حديث البصرة حول محاولة الاغتيال. أبو فهد السبيعي يقول الحمد لله على السلامة الشيخ حسن البزون، الحمد لله على السلامة والله يحفظك. سعد الناصر الحمد لله على سلامة الشيخ. أبو جواد الحمد لله على السلامة. عبد الله اللامي يقول ألف الحمد لله على السلامة. حسين طالب يقول الحمد لله على سلامتك شيخ، الشفاء العاجل إن شاء الله. أبو مرتضى الشيحاني. أبو عباس الجوراني يقول الحمد لله على السلامة يا بطل. تعليقات كثيرة صراحة تشيد بهذا الرجل الشيخ. آلاف التعليقات. معنا اتصال من البصرة، أبو أحمد. تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أهل أبو أحمد، يا أهل بيك. أي والله هذا الخبر يعني ما مؤكد عندنا بالنسبة، مو هي بالنسبة. لا، هو طلع الرجل وحكى أبو أحمد. ايه الرجل طلع ايه وحكى بنفسه. ابو احمد حكى، الشيخ حكى بنفسه، ما شفت المقطع؟ نعيد لك اياه. نعيد المقطع وشوف ابو احمد. نعم، نعيد المقطع الشيخ عماد اللي يتحدث عنه بعد نجاته من محاوله الاغتيال. شكرا جزيلا لجميع الفضائيات والوسائل الإعلام السمعية والمرئية لاهتمامهم بشخصنا المتحدث عماد البعوجة الشيخ عام عشار البزون. الحقيقة اللي مر علي هذه مسألة طبيعية، وهذه ضربة اجتماعية ندفعها من أجل العراق. العراق هو الأم وهو الأب وهو كل شيء، ومستعدين للتضحية من أجل العراق. فأتمنى من أخوتي شيوخ العشائر والأكاديميين والمهنيين والسياسيين أن تتضافر جهودهم من أجل العراق، وأن حدث هذا الشيء فهو جدا بسيط. حقيقة الحادث الاغتيال سواء كان مدبر أو غير مدبر أو عن طريق الصدفة أنا لا أعلم، والجهة اللي منتمية أو الجهة المدبرة لهذا الأمر أنا أعتقد هي تريد العبث في أمن العراق وأمن البصرة خصوصا، وتارة يكون استهداف الطيار، ومرة استهداف شيخ العشيرة، ومرة الكادر الطبي ومختلف الأشياء، وهو هذا الإرهاب بحد ذاته. السيارات كانت هي من الدفع الرباعي، وحدة سوداء اللون. الحقيقة كان هو الوقت ليل واللايت بطريقة الفل، فما أشوف الأشخاص وجوههم ووضعهم. فالحقيقة شفت 4 أشخاص بالسيارة الأولى على اليمين وبعض الأشخاص على اليسار، بس ما قدرت أفرزنهم، ولكن الحمد لله والشكر. خلي يسمع الجميع، أنا عماد العراقي، روحي فداء للعراق وللبصرة، وإن شاء الله أقوم وأعمل بنفس الآلية وبنفس الصوت العراقي. وللعلم أنطي معلومة لبعض الأخوة السياسيين أو الحكومة المحلية أو الاتحادية، إحنا ما نعمل بجانب التشهير والتطبير في تصريحاتنا، ولكن نعمل بجانب الحلول الإيجابية. نعم أبو أحمد، إذا أنت بعدك معانا، الرجل يتحدث عن محاولة اغتياله ونجاته. نعم، تسمعني؟ تفضل أبو أحمد. أبو أحمد تسمعني؟ أسمعك حبيبي أستاذ عمر. نعم، هو تعرض إلى محاولة اغتيال ونجى من عندها الحمد لله، وتحدث الرجل بالمقطع مثل ما شفناه وسمعناه. نعم نعم أستاذ عمر.
نعم تعليقك بس نص التلفزيون عيني رحمة لوالديك نصيدية للأخير شو نص التلفزيون نص التلفزيون عيني سعد عمر هذا الرجل ها هاي أمانة برقبتنا هذا الرجل ما أعرف تفاصيله وما عندي معلومة عنه أبدا نعم اي والله لأنه ما أقدر أعطي جواب لأن أنا المعلومة ما عندي لا أنا ما رأيت منك جواب أنا مرة أنت مو مثلاً مسؤول أو مدير شرطة أنت مواطن من البصرة واحد من الشيوخ العشائر يتعرض إلى محاولة اغتيال وإحنا على أساس بلد وبأمان وديمقراطية وما شاء الله قوات أمنية وجيش وأمن وطني نعم نعم بس نصل التلفزيون رحمة لوالديك للأخير نصل التلفزيون أو أنت ابتعد عنا شوي مو احنا قاعدين هم فصل ماشي يلا سولف قاعدين مش اي والله تفضل عيني استاذ عمر هو بلد انت تعرفه انبنى على طريقه احزاب والبلد اذا انبنى على طريقه احزاب ها ما بي استقرار رجلا فهذا البلد لو بي بلد لانعاني هسه مسؤول على عائلته وبيته مو صار لا يجي غيري يصير واحد مسؤول وهذا مسؤول وهذا مسؤول العائله تي فاحنا هذا البلد دمرت الاحزاب وهذا الرجل ها مي شخص مو هين مو جاي يجي يضربه او يرمي مو صار لا زين فهاي شغله مرتبه عليه هي من الاحزاب فشوف يا حزب قارب ويا اجوا يبشون بالرجل. اشكرك ابو احمد، اشكرك ابو احمد البصره وسلمنا على الجماعه اللي قاعدين يمك، سلامنا الى اهل البصره، معنا كذلك من البصره علاء، تفضل علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا اهلا بيك. والعراقيين الشرفاء، تحياتي لك، الله يسلمك. الله يخليك. الله يسلمك. اخ عمر انت صريح وانا اتكلم وياك بصراحه. تفضل. العشيره مالت البزون استعفنا نعم. من الشيخ اخر نعم. شيء صار ضد الاحزاب ضد المرجعيه الفاسده اللي ماخذ النجف وكربلاء وما له علاقه بالشعب بس بصراحه يعني عشيره البزون هي اللي انتخبت صباح البزوني اللي باقي البصره بصراحه اتكلم وياك اللي 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 بنا فنادق وبنا عماير براس عن البصره براس الفقراء زين هسه انت ماشي يعني انت شفت كل العشيره طلعت وانتخبت هذا الرجل حتى هم نقول نكون واقعيين انت قلت التصريح زين اذا هاي العشيره او شيخها مقربين من الدوله او من الاحزاب او من الميليشيات هل يعقل انه يتم اغتياله محاوله قتله هو هذا التساؤل ما لنا علاقه بالعشيره احنا نحكي على شخص عراقي بس انت نعم. أخ عمر أنت فضل. شكو إنسان شيخ ولا متظاهر أو إنسان عادي شكو إنسان يعارض أحزاب إيران المرتزقة اللي إجونا بالصدفة أنت هدف لهم قتلوا ما قتلوا من عدم للمتظاهرين قتلوا الشيخ الغراوي برعاية السفارة الإيرانية كودر صرح قال إحنا رايحين السفارة الإيرانية نعرقها فإحنا شكو إنسان يعارض هاي الأحزاب المرتزقة فيعتبر هدف ليش اسمه انا كفي لك الله يا اخي عمر لا. انا انزل بالمظاهرات وانزل منشورات تصدق واحد من الاحزاب المرتزقه دز لي دعوه وقبلت دز لي صوره قال لي شوف هذا اللي طش راسه انت ولك نفسه الى جسمه قلت له والله لا خاف منك ولا من حزبك ولا كامنيك احنا طالعين لقضيه بلد مو بس لقضيه لاجل البصره أو الجسمة أنتم استوليتوا على البلد من بعد 2003 جاءكم المحتل الأمريكي ودول الجوار فلا تصدقون انضوا ساكتين لو الموت أو ناخذ حقنا بأيدينا فأودعتك أخ عمر أنا ما أريد أطول عليك نعم. حكم الأحزاب سينتهي قريبا بإذن الله إن شاء الله أخذها من عندي راح تطلع توجيه لا تعب روحك نعم. شكرا لكم. انا اشكرك علاء من البصره كان معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم.
هذول الطلاب شو قاعد يعبرون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. نقرا رسائل واتساب. يقول ابو حاتم الموصل، يقول استاذ عمر تحيه لك ولكل كادر قناه الرافدين وللمشاهدين الكرام. يقول الحمد لله على سلامه الرمز الشيخ عماد خلف من رموز العراق الذي نجا من هذه المحاوله الدنيئه البائسه على يد جلاوزه الخضراء جرثومه الاحتلال كما قال لاستهداف هذه الرموز والشخصيات الوطنيه العربيه. شعرت هذه العصابه الخضراء من خطر هذه الشخصيات على فسادهم، فسخرت العملاء لاغتيال مثل هذه الشخصيات العظيمة وغيرها، لكن لن تثنيهم من أخذ دورهم الوطني تجاه وطنهم وشعبهم الكريم في العراق. والله ناصر العراقيين. معنا رسالة قبل ما نأخذ اتصال. أبو حسام النعيمي من بغداد يقول تحية لك أستاذ عمر ولكل كادر قناة الرافدين. كل الذين تسلطوا على رقاب الشعب العراقي يطالبون بحصر السلاح بيد الدولة، والدولة عاجزة أن تصادر سلاح شخص واحد من الميليشيات المسلحة، والكل يعلم بأن العراق لا تحكمه حكومة وإنما ميليشيات مسلحة تدعمهم دولة الإجرام إيران. وأتحدى حكومة العراق أن تردع الميليشيات أو أن تصادر أسلحتهم. رسالة أخرى يقول فيها السلام عليكم، يقول بعد الاحتلال لا يوجد مسؤول كما يقول هو مسؤول شريف على ذمته. يقول كلهم طائفيين لأن دوائر الدولة كلها بيها فساد وطائفية. أبو الصقر معنا اتصال. أبو زكريا من كركوك، تفضل أبو زكريا. حبيبي أستاذ عمر الله يحفظك يحفظ حياك إن شاء الله. يا أهلا بك. برأيك من يقف وراء عملية اغتيال الشيخ عماد شيخ عشيرة الببزون؟ والله ما في غير ميليشيات الإيرانية والله العظيم. ابني أنا عمري 82 سنة و45 سنة بالجيش العراقي. صدق الزرقاء من قتلهم؟ والإيرانيين قتلهم مو الزرقاء شيعة؟ والله ما يقول لا الشيعة يعني الشيعة قبل السنة يعني الشيخ طلع حتى كم كلام يرجون يذبحوا والله يطول عمره وامثاله ان الله ورسوله هم الواقفين على العراق، هم الشيعة الاصليين واحنا ويا سنة. صدق اني عزيز عمر ما عندنا غير رب العالمين ان الله يحفظهم يحفظ شيخ حماد وامثاله ان شاء الله. وجلت الدم المتضارين من مصر وبغداد ومن رمادي وما عندنا غير الله. هذول انفضحوا هذول سياسيين ايرانيين انفضحوا الله فضحهم. نعم الله ورسوله الله ياخذ ارواحهم ان شاء الله. وانا اشكرك ابو زكريا من كركوك. انا معنا اتصال ام عبد الله من بغداد، تفضل يا ام عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لماذا يختال اي صوت يتكلم عن الفساد والفاسدين في العراق ويطالب بحقوق العراقيين؟ تفضل. استاذ انت اذا بيت نحكي عن الواقع، اول شيء عدم الامن هش وعدم استدراك الامن وال يعني هاي المديات الاغتيالات ترى تكون بها طرق تخدم فئات سياسيه اقليميه وتاخذ لها مقاطع ايديولوجي معين حتى يتفننون في عملية الاغتيال وعملية الاختطاف. لهذا الذي يقتال واللي يقتطفوه يذبوا بالسجون ويعذبوهم ويقتلوهم واغتيال على مجنون وحتى الخفاجي لأنه متعرض إلى إيران. كل شريف عراقي موجود يتكلم عن إيران أو الحكومة العراقية هذا مصيره.
وحتى رجال الشرطة اللي قاموا بعملية تفكيك المفخخات يشوفون هي نفس السيارات موجودة في أي منطقة من المنطقة، نفس الأرقام على السيارة. زين إنه أي شون معناه دلالة على إنه يعني أخو منظمات موجودة داخل الأحزاب وداخل القوات الأمنية وقاد والشرطة هي تكون محلية تدبيرها. زين إلى متى يعني؟ إلى متى يعني؟ مثل ما قلنا قبل شوية، شنو راح يخلصون على 35 مليون عراقي؟ ما كل العراقيين، أغلب العراقيين ما راضين على الوضعية، كلها تحكي وكلها السولف. طيب شوف أنت يعني شوف أكثر شيء صارت الاغتيالات والتهجيرات كانت 2003 و2000 إلى 2008 وعلى أساس نوع من الهدوء، وبعدين أنا أعتبر أنه اغتيال شباب السبايكر كان مقصود، هو صارت أنه شغلات ضد العراقيين. يعني هاي ترى موجودة في العالم كله، إنه يقوم بعملية إنه قتل أبنائه في سبيل تحقيق هدف آخر بالنسبة للحكومات، هذا موجود. نعم. يعني أما بالنسبة لاغتيال الصحفيين واغتيال الصحفيات وقسم منهم انهزموا، اغتيال محمد الراوي أكبر من علماء الصيد وأدت إلى حروب كثيرة. نعم. في الصياد والمسالمين يعني، فلهذا نشوف احنا ما طول حكومه ما في تسامح اسلامي طبعا ما راح تقوم هذه الدوله، لان من صفات الدوله الاسلاميه هي وجود التسامح، لانه حكومه اللي صارت سنه 2003 الى الان حكومه ثار يعني قتل وعدوان اصابه عدوانيه، لهذا نشوف عدم وجود اي امن وعدم وجود اي استقرار بالوطن العربي. واريد اقول للمتصل الاول انه في زمن الامام اللي يعتبر ديمقراطي نعينه على راس كل الرجال السياسه منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان سقطت الدوله العراقيه في زمن سقوط بغداد، كلهم كانوا ديمقراطيين، بس الصفه اللي صارت في زمن الامام علي لانه كثره سفوش تغيرت النفوس استاذ، لهذا صارت مشاكل، لان تغيرت النفوس اعتبر انه اقرا السلام لقسم من الناس، لانه هدفهم هو كل فلوس مال قتل، لهذا بتشوف نتائجها في الوقت الحاضر. فهي ايران ما راح تخلي العراق مستقر، ولا بنمرد ندخل الى شغلات اخرى خاصه الاكراد اللي يريدون حقوقهم وايضا يقومون يقولون احنا نشتغل. فكل عراقي شريف هو معرض للاغتيال في حاله انه اذا ينطي الصفه يعني مو زينه عن الحكومه العراقيه، فلهذا مفكر. نعم انا اشكرك شو عبد الله من بغداد كانت معنا، معنا اتصال ابو عمر من السليمانيه، تفضل ابو عمر. ابو عمر انقطع اتصال مع ابو عمر من السليمانية. طبعا في خبر اخر ربما يكون متصل يدل على قمع الحريات في العراق باسم القانون، طبعا هو اصدار محكمه الجنح في قضاء سوق الشيوخ بمحافظه ذيقار حكما بالسجن لمده 4 أشهر على الشاعر صلاح الحرباوي بتهمه تمجيد النظام السابق وانتقاد الاحزاب الحاكمه الحاليه في احدى قصائده. طبعا المصدر في المحافظة كشف بأن الحرباوي وبعد انتشار قصيدته على مواقع التواصل الاجتماعي صدرت بحقه مذكرة قبض واختفى عدة أيام قبل أن يضطر أن يسلم نفسه إلى الأجهزة الأمنية حيث احتجز، بس ركز معي عزيز المشاهد، احتجز على ذمة التحقيق في قسم مكافحة الإرهاب، في قسم مكافحة الإرهاب بسبب قصيدة بمدينة الناصرية. يعني تخيل عزيزي المشاهد في قسم محاربة الإرهاب. طبعا منظمات دولية ومحلية تأكد بأن العراقيين يعانون بشكل واضح من التضييق على الحريات العامة وتكميم الأفواه بشكل ممنهج، خصوصا في ظل سيطرة الميليشيات التي تدعمها أحزاب السلطة على المؤسسات الأمنية والقضائية وتهديدها بقوة السلاح لكل من يحاول الدفاع عن حرية التعبير والرأي. أبو عمر من السليمانية يعاود اتصال بنا، تفضل أبو عمر. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك دكتور عمر. هذا الشيخ من عشائر البزوني عند مقطع هو هاجم بالمرجعية. نعم هو عرضناه معلولة. عرضناه مرتين. نعم أي عرضته.
هذا من المرجعيه، ليش هو ما يعرف واحد عليه انه الراد على المرجع كالراد على الله، يعني كافر بالله، يعني كفر بالمرجعيه، شو هسه احنا نعتبر كفار اهل السنه عندهم؟ لا هذا امر طبيعي. نعم اي طاق هذا احكي لك يا طلع ابو عمامه قال يرد يريد يرد على المرجع هو كافر، هو قال بنفسه ابو عمامه شو دهمين. فانت بالحاله هذا من يطلع شيخ عشيره بالمرحله هذه، وهذه عشيره المعروفه بالبصره، هذا راح ياثر على واردات القبور والاضرحه استاذ، راح تنقص بالملايين، هذا راح ياثر على واردات الخمس، الخمس همين له تاثير استاذ كبير. فلهذا تشوف الميزانيه قضيه الميزانيه مالتهم صعدوها 548 مليار 80 مليار سووها، انقطعت فارغه القبور والاضرحه فارغه ما بيها شيء ولا خمس، سجلات الخمس قبل كان تنترس هسه بالسنه ما تنترس صفحه واحده، فاثر عليهم هو شيخ عشيره. انا هذا هيك رادوا يقتلوه وخلص من عندهم، لعدان يا ابو عمر اذا يلزمون شيء يسوون بي والله يسووني هريسه يحرقوني حرق والله والله، لان دائما هذه المرجعيه. اما بالنسبه لهذا الشاعر من الناصريه استاذ عمر، نعم الو اسمعك، هذا الشاعر من الناصرية احنا نعرف هذه الناصرية كلهم يشعرون هذا الشعر عندهم حلو، هم بعدهم شعر كلش عظيم يعني يقولون خاصة الشعر الشعبي. نعم فلهذا هو همين طقت روحه، اكو ناس ما اقول لك لا، الشعبي ناس عوادين، ناس يحترمون بلدهم، ناس يحبون بلدهم، انا من هاجم ما هاجم عوام الشيعة، انا هاجم. انا اشكرك ابو عمر من السليماني، اشكرك كان معنا. خلونا نقرا رساله السابق، يقول تحيه لك اخي عمر ولصوت الحق الناطق بمعاناه العراق، يقول الاغتيالات لاطباء وكوادر عديده وكذلك شيوخ عشائر هذه بصمات الميليشيات المجرمه التابعه لجاره السوء ايران، لانها تصول وتجول تقتل تفتعل الأزمات، كذلك الاعتقالات والخطف والإخفاءات القسرية وغير ذلك كثير. هذه الحكومات التابعة لجارة السوء إيران هي التي تتسبب بهذه الفوضى، وجبت إزاحتهم ليتسنى إيجاد حلول وثلة خيرة لمنظومة الحكم الوطني ولإعادة الاستقرار للعراق ولمحاسبة المتسببين بدمار البلد والسرقات والفساد والقتل وكل ذلك الواقع المؤلم. رسالة أخرى بدون ذكر اسم ما ذكر اسمه، يقول حسبي الله ونعم الوكيل والحمد لله على سلامة الشيخ. طبعا إذا رجعنا قبل كم شهر في بداية هاي السنة 2019 كذلك قامت ميليشيات باغتيال الكاتب والرواية علاء مجذوب بسبب الكلمة. طبعا مجذوب ذهب ضحية الكلمة، وهذا ما أشار إليه بالتحديد أخوه اللي اسمه قاسم في تصريح صحفي قال فيه من يتكلم عن الفساد وتردي الواقع الحكومي يصبح ضحية لكلمته الحرة المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وإنهاء معاناة المواطنين. طبعا وكذلك تصريحات أخرى مثلا الصحفي والكاتب الكربلائي ناصر الياسري قال في تصريح صحفي سابق قال الاحتمال المتعلق بتصفية علاء مجذوب من قبل الميليشيات الموالية لإيران قائم، خصوصا بعد منشوره الذي انتقد فيه مؤسس الجمهورية الإيرانية الخميني، ويضيف وجدت في جثمانه 13 إطلاقة نارية وكثيرون كما يقولون هي عدد السنوات التي قضاها الخميني معارضا لحكم الشاه في العراق التي ذكرها علاء مجذوب في إحدى منشوراته. وكان الكاتب المغدور علاء مجذوب كتب في 17 من يناير كانون الثاني الماضي عبر صفحته على فيسبوك ما يلي: كانت عندي فكرة ضبابية عن هذا الزقاق، ويتحدث عن المكان الذي سكن فيه الخميني، عن هذا الزقاق الذي سكنه الخميني وهو فرع من الزقاق الرئيس والطويل الذي يطلق عليه عقد السادة. هذا الرجل كما يقول الراحل علاء مجذوب سكن العراق ما بين النجف وكربلاء لما يقارب 13 عاما، ثم رحل إلى الكويت التي لم تستقبله فقرر المغادرة إلى باريس ليستقر فيها، ومن بعد ذلك صدر ثورته إلى إيران عبر كاسيت المسجلات ليتسنم الحكم فيها ولتشتعل بعد ذلك الحرب بين بلده والبلد المضيف له سابقا. طبعا هناك كذلك منشور آخر لمجذوب ينتقد بشدة حزب الدعوة. المعنى من كل هذا أنه في العراق لا يوجد حرية تعبير،
ولا محاربة للفساد ولا ديمقراطية، كله كلام منذ العام 2003 نسمع به ولغاية الآن، والنتيجة صفر إذا ما وصلت لا سمح الله للاغتيالات والاعتقالات. إذن محاولة اغتيال الشيخ عماد البعوجة شيخ مشايخ أو عموم شيخ عشيرة البزون. معنا اتصال أبو علي من لندن، تفضل أبو علي. وعد التحية لكم أخ عمر. حياك الله يا أهلا بك. أهلا وسهلا بك يا أخ عمر. يعني صار كم أزمة 16 سنة يمر بالعراق، كم أزمة؟ نعم كم أزمة يا أخي؟ يعني هذا الشعب ما يتعظ؟ مو يقولون بالقرآن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين؟ أخ عمر يعني شعب عراقي لا يتوحد، لا الجوع يوحده، لا المرض يوحده، لا الفقر، لا المخدرات، لا التفكك الأسري، بيع الوطن، عصابات بالشوارع تقتل وتخطف، ما دا أعرف أخ عمر هذا الشعب وين رايح؟ أخ عمر وين رايح؟ أنتوا شيوخ العشائر مو هذا شيخ؟ ليش الإنسان الشريف الوطني اللي داعب اللي عنده ولاء للوطن وداعب حب الوطن وحب العراق ليش يجي يتعاملون ويا؟ ليش المفروض هسه الشيوخ تنتخي كلها تقوم ترفع البيارق كلها يا عمر، تفتح البيارق كلها تسوي فجة بالشارع، تطلع ملايين يروحون على المنطقة الخضراء يا عمر، يهجمون على العمايم وعلى الحكومة وعلى العملاء المكافي يا عمر من باع الوطن يا أخي. يعني ليش اللي يتكلم بالحق الوطني ليش يعامل هيك معاملة إلا يقتال؟ كم قد اقتالوا؟ نعم بالبصرة يا هذا الشعب البصري، وين مو رجال أهل البصرة رجال؟ ليش ساكتين على هذا الظلم؟ زين أبو علي، مو دا يطلعون الناس مظاهرات ويتم اغتيالهم، يطلع شيخ ينتقد الحكومة أو الحزب المعين ويتهم الأحزاب بالفساد، يحاولون يقتلونه، الناشط يقتلوه، الممثلة يقتلوها، عارضة الأزياء يقتلوها، يشبق الآن؟ ما تقول يشبق؟ زين هي هاي وظيفة مواطن عادي يطلع للشغل من الصبح لليل، لو وظيفة حكومة دا تصرف مليارات الدولارات على الأجهزة الأمنية. أخ عمر حبيبي. نعم. أخ عمر. الوطن شو تسترجع كلامتك انت؟ شو تسترجع اللي يأخذ منك بالقوة ويرجع له بالقوة يا عمر؟ نعم. الميليشيات صنعت من الميليشيات، منين الميليشيات؟ مو عراقيين الميليشيات هسه تتحكم؟ ليش مجنديهم؟ ايران مجندتهم يا عمر. ما يصير يا اخي، ما معقول العصابات والميليشيات اكثر من الشرفاء، ما معقول يا عمر. No. صح لو لا أخي. No. أكيد الشرفاء هواية، بس إرادتها قادة تقودهم. شاعر ألقى قصيدة، شاعر ينتقد فيها الأحزاب، الحاكمة الحالية حطوه بمكافحة الإرهاب، شاعر حكمه عليه 4 أشهر. أخ عمر يحكم بحرية التعبير. أخ عمر. نعم. يعني إيش ليه الشعب أخ عمر؟ ليش رقيصين لهالدرجة؟ ليش ما ينتقون؟ بيهم مثلا أهل الغيرة والناموس، ليش صاروا أذلاء؟ ليش قعدتم بعض ضماير بالدولار؟ ما معقولة الشعر رايح للهاوية يا عمر. نسأل الله أن يفرج عن العراق وعن العراقيين. أنا أشكرك أبو علي من لندن، اليوم تحدثنا أعزائي المشاهدين حول محاولة اغتيال الشيخ عشيرة شيخ عماد خلف نايف البعوجة، الشيخ العام لعشيرة المبزون، ونجا والحمد لله على سلامته. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.